تشهد المسابح بولاية الجلفة في الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا عليها، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن بينها المسبح الأولمبي بمقر الولاية الذي يقدم خدمات للجمعيات، النوادي وحتى الأطفال لقضاء أوقات ممتعة وهربا من حرارة الجو. حنايا اليوم أنا جايين باش نتبردوا، ونادي غزال نلعبوا فيه حيزين، وحنايا نلعبوا طول النهار الخميس والسبت. اليوم جينا لابيسين نعوموا برا السخانة، هيا أنا نعوموا مليح. جينا لنتعلم كيفية السباحة وأن نصبح سباحين، وأنا أحب هذه الرياضة السباحة. نجو نعوموا نجو نحو على روحنا شوية، سخنا برا نجو نتبردوا شوية. نمارس رياضة السباحة وهي مليحة بزاف، يعني ننصحكم أنكم تمارسوها. كاين مدربين ما شاء الله، وكاين السباحين كما سباحين الأطفال في فيت 100 طن. تصدير برامج لكل الوافدين لهذا المسبح لتلبية احتياجات الشباب والأطفال تحت إشراف مدربين مؤهلين، مما يجعل من هذا المسبح الأولمبي وجهة مفضلة بخدمات في المستوى. نستقطب في موسم الاصطياف من 70 إلى 80 طفل ما بين ذكور وإناث. كما احنا نادي الغزال الذهبي عندنا خميس والسبت، عندنا نهارين في الأسبوع، وفي الشتاء عندنا 3 أيام في الأسبوع. ويحصي ديوان المراكم متعدد الرياضات على مستوى المسبح الأولمبي 20 جمعية ناشطة على مستوى المسبح. المسبح مفتوح طيلة أيام الأسبوع إلا الأحد، تكون للصيانة والنظافة الدورية للمسبح. لتبقى هذه الفضاءات بولاية الجلفة المقصد المفضل لهؤلاء الأطفال، وملاذا من حر الصيف وفرصة للترفيه والاسترخاء.